عليه نرفض قرار رئيس المجلس الرئاسي ونطالب المجلس الرئاسي مجتمعا بتحقيق معلن لمعرفة الأسباب والدواعي التي أدت إلى إيقاف السيد وزير الداخلية وإحالته للتحقيق. كذلك نطالب كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي مجتمعا باتخاذ عاجل الإجراءات في تكليف حكومة أزمة مصغرة مع تغيير شامل للوزراء والمناصب السيادية بأكملها. مع تغيير شامل للوزراء والمناصب السيادية بأكملها. كذلك نطالب بإخراج الحكومة من طرابلس إلى أي مدينة أخرى حسب البيانات المعلنة صدر في مصراته.